باسم الاتحاد الديمقراطي وباسم كافة الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المسيرة رداً للتهديدات التركية بحربها للهجوم على أراضينا في شمال وشرق سوريا وضرب السلام الأهلي، وتأكيداً منا أننا كأحزاب متواجدين على هذه الجغرافية لن نقبل بأي هجوم، ونؤكد مهما فرقتنا السياسات يجمعنا سقف الوطن. وهذه الأرض حررت بدماء الشهداء البارين من خيرة شباب وشابات هذا الوطن، فعهدا علينا سنعطي كامل جهدنا لنسير على خطاهم للحفاظ على مكتسبات ثورتنا، وسندافع عن أراضينا بكل ما أوتينا من عزيمة وإصرار لتوحيد صفوف الشعب وتنظيمهم كشعب سياسي رافض لكل أشكال الاحتلال، سواء أكانت بحرب مباشرة أو من خلال حملات الحرب الخاصة. فإن الدول التي تأخذ مكانة الحفاظ على حقوق الإنسان من هذه التهديدات؟ أين المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تنادي باسم الإنسانية من جثة هذا الشعب الذي يتشيع بشكل يومي؟ فنقول لهم كفى صمتا على هذه الاعتداءات وهدر الدماء، ونؤكد على قواتنا قوات سوريا الديمقراطية أننا ندعمهم ونسندهم بجل ما يخدم مصالح أهلنا وثورتنا، فيدا بيد نعمل على بناء الوطن، يدا بيد نعمل على بناء الإنسان، ويدا بيد سنكون سورا منيعا للوقوف بوجه الاعتوان. يسقط 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 يس